السلام عليكم حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ اولا بعتذر جدا ان احنا تقريبا من اول الحلقه السادسه كنا وقفنا شويه بسبب مشاغل معينه، بس ان شاء الله النهارده هو يعتبر 16 رمضان هنبتدي ننزل لكم باذن الله كل يوم بمعدل حلقتين ثلاثه، بحيث ان احنا ايه باذن الله على يوم مثلا قبل اخر رمضان نكون الدنيا ماشيه كلها ايه مظبوطه ونرجع تاني نمشي ايه حلقه حلقه كل يوم. المهم تعالى نكمل على اخر حاجه احنا كنا وصلنا ليها، كان وصلنا للسؤال رقم كام؟ H686. تعالى نشوف النهارده السؤال رقم كام؟ H787. مهم جدا. بصوا حبايبي، The majority of my students clever. عايز يقول لك اغلبيه الطلاب بتوعي يا ترى is clever ولا has been clever ولا is had clever ولا are clever. بص بقى حلوين، كلمة majority انتوا عارفين معناها ايه؟ اغلبية او معظم، تمام كده؟ طب يا ترى كلمة majority ديت اصرف الفيرب معاها ايه؟ اصرفه يا ترى singular مفرد ولا اخليه plural جمع؟ بص بقى نتفق اتفاق، كلمة majority ذات نفسها مش بايه مش بتصرف الفيرب، اللي بيصرف الفيرب الكلمة المصاحبة ليها. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا كلمة students جاية ايه؟ جاية جامعة، يبقى الفيرب كده لازم يتصرف بتاعي ايه؟ جامعة. طب لو قلت مثلا the majority of the forest، معظم الغابة، خلاص اللي هيصرف الفيرب برضه هنا كلمة ايه؟ forest، جاية مفرد، يبقى الفعل بتاعها برضه لازم يتصرف ايه؟ مفرد. يبقى تاني كلمة majority وكلمة minority، majority وماينوريتي، الاثنين اللي هم الاغلبيه والاقليه، هم ذات نفسهم مش بيصرفوا الفيرب، اللي بيصرف الفيرب تاني ايه؟ الكلمه المصاحبه ليهم. لما اجيب مثلا كلمه زي ستودنتس هنا يبقى طبيعي لازم اجيب معاها مين؟ ار، تمام كده؟ لما اجيب مثلا كلمه مفرد زي فورست مثلا، اوكي، يبقى ساعتها الفعل ده هيتصرف ايه؟ مفرد. اظن اللعبه دي كده سهله جدا، صح ولا ايه؟ طيب بص بقى، تاني سؤال عندي، he has full power، هو عنده ايه للسلطه؟ بص يا سيدي، عارف انت الناس اللي هي عندها رغبه في السلطه جامده جدا ديت، يا ترى اقول عليهم ايه بقى؟ ان هم عندهم ايه؟ عندهم angry ولا hungry ولا hunger ولا angrily. طبعا انا عايز اقول عندهم، عارف انت الناس اللي هي جعانه للسلطه، يعني ايه جعان سلطه؟ اللي هو من الاخر محروم منها ونفسه فيها، فبيتقال عليه ايه الاكسبريشن دوت؟ الشخص المتطلع للسلطه، ماشي، بيبقى عنده هانجر، هانجر اللي هو بقى ايه بقى؟ جوع، هانجر فور باور مش مقصود بيها جوع، عنده رغبه شديده جدا في السلطه، اوكي؟ فالاكسبريشن ده بيبقى تاني ايه؟ هانجر فور باور، اللي هو طبعا عنده رغبه شديده في الحصول على ايه؟ على سلطه معينه، تمام؟ طيب I took my umbrella with as it، بص بقى، انا اخدت الشمسيه بتاعتي معايا. طيب كده كده حرف الجر ويز دوت، اوكي، طبيعي ما ينفعش ان انا اجيب معاه خالص ضمير العكس، فمش هينفع اجيب معاه ماي سيلف، اوكي، يبقى هستبعد خلاص ايه ماي سيلف ديت من تفكيري. امال اختار ايه يا والي عبد الله؟ بص يا سيدي كده هتبقى I took my umbrella with me، اخدت ايه طبعا الشمسيه بتاعتي معايا، يبقى الصح هنا مي. طيب as لان it ايه بقى؟ it had rained ولا was raining؟ طبيعي انا اخدت معايا الشمسيه بتاعتي لان الدنيا مطرت في الاول ولا كانت بتمطر؟ بالظبط كانت بتمطر، وبالتالي الحل الصح يبقى ايه بقى؟ I took my umbrella with me as it was raining، اللي هو الاختيار طبعا ايه؟ الاختيار B. طيب بصوا حبايبي، we went a vacation with some friends of a، حلوة قوي ديت، يا ترى الصح اقول ايه بقى؟ we went on a vacation ولا to a vacation ولا in a vacation ولا on a vacation؟ مبدئيا انا دايما بقول go on كذا، ماشي، اللي هو يقوم بعمل كذا، اوكي، يبقى go on a vacation، خلاص يبقى خلاص هستبعد to وهستبعد in. طيب we went on a vacation with some friends of a بقى of us ولا ours؟ بص يا باشا، عشان انت بتنطق دايما الكلام ده غلط، بتقول ايه مثلا؟ انت لما تيجي تقول واحد صاحبي بتقول از فريند اوف مي، غلط، مفيش حاجه اسمها فريند اوف مي، انا عايز اقول ان هو صاحبي، الحاجه تدل على ايه؟ ايوه ملكيه، مش بمتلكه بس يخصني، فالصح اقول از فريند اوف ماين. طيب هي از فريند اوف يورز، هي از فريند اوف اورز، هي از فريند اوف هيرز، هي از فريند اوف هيز، واخدين بالكم ان انا بجيب المفروض اللي هي ضمائر الملكيه بيجيش وراها ايه؟ اسم، وبالتالي الصح هنا هقول ايه ببساطه؟ هقول طبعا he went on a vacation with some friends، او سوري we went on a vacation with some friends of ايه بقى؟ احنا قمنا باجازه مع اصدقاء لينا، اصدقائنا احنا، يبقى طبعا some friends of ايه بقى؟ of ours، برافو عليكم، of ours، اللي هو الاختيار طبعا ايه؟ دي. طب حبايبي $5,000، $5,000 in the robbery، بص بقى
ال 5000 دولار دول اتسرقوا طبعا في عمليه الايه السطو. يا ترى ووز ستالين ولا هاد بين ستالين ولا وير ستالين ولا ينفع اي وبي مع بعض؟ اولا مش هينفع اي وبي مع بعض، لان هاد بين ستالين دي عشان اجيبها لازم يكون عندي في الجمله كام حدث، حدثين حصلوا في الماضي على الاقل، ويكون ده الحدث الاول اللي خلص. وانا هنا ما عنديش الا حدث واحد بس تم، ان الفلوس دي اتسرقت. فمبدئيا هستبعد طبعا مين؟ الاختيار بي، وهياخد في ايده طبعا دي. بقى قدامي ووز ستالين وير ستالين. بص بقى يا حبايبي، ال 5000 دولار دول في الاخر يعتبروا مبلغ، اوكي؟ واحنا عارفين الفلوس بتعمل عمله الايه؟ المفرد. وبالتالي الصح هنا هتبقى 5000 دولار واز ستولن. ليه؟ لان المبالغ دي بتعمل عمله الايه؟ المفرد. طيب لو انا دلوقتي طلعت من جيبي 50 جنيه خمس ورقات ب 10 جنيه، انا عايز اقول لك لو قلت 50 باوندز هتبقى مفرط. طب لو قلت 5 10 باوند نوتس خمس ورقات منهم 10 جنيه، انا كده ما بتكلمش على الفلوس، بتكلم على النوتس اللي هي الايه؟ الورقه نفسها، الفلوس نفسها الورق. هنا تبقى جامعه بالظبط. زي ايه؟ 5 باوندز هتبقى ايز. طب لو قلت كوينز اللي هي الخمس عملات معدنيه، خلاص قلت مثلا 5 1 باوند كوينز، خمسه عمله معدنية من ام جنيه، دي هتبقى جامعه، لان السلف بتكلم على الكوينز مش على الفلوس. وبناء عليه هنا ال 5000 دولار طبيعي هتبقى ايه؟ هتبقى مفرد، تتعامل مع عمله المفرد كانها مبلغ. وكمان عايز انبهك لحاجه مهمه جدا. ايه هي بقى؟ انا عايز انبهكم ان انا لما جيت اتكلم هنا ما قلتش 5000، لا انا قلت 5000 عادي خالص، ودولار زي اللي اتجمعت. دايما وانا بعد حاجه بجمع الاسم اللي انا بعده وخلاص. يعني عايز مثلا اقول ايه 400 جنيه، ما اقولش 400 باوند ولا اقول 400 باوندز، لا انا اقول 400 عادي خالص واجمع بس كلمه ايه؟ باوندز. اوكي كويس قوي. طيب بعد كده السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 92. I saw her out، انا شفتها يا اخوانا وهي ايه؟ خارجه. بص بقى فيرب سي دوت اللي هو معناه يرى، خلاص المفروض لو الجملة بتاعتي اكتف، لو الجملة بتاعتي جاية اكتف زي كده، اوكي بجيب معاه ايه بقى؟ بجيب معاه يا اما الفعل في المصدر يا اما الفيرب زائد ان جي. ولو جاي باسف، يعني لو جاي مثلا بي سين، خلاص السين والسين وير سين ماشي الى اخره، ساعتها بجيب ورا ايه بقى؟ بجيب طول مصدر او اجيب الفيرب زائد ان جي. طيب امتى بجيب بقى الكلام دوت؟ بصوا يا حبايبي، انا بجيب المصدر او طول مصدر سواء جمله او باسيف لو انا شفت ايه؟ حدث كامل. وبجيب طبعا الفيرب بلس ان جي دايما لو جزء من الحدث. مش فاهم؟ يعني مثلا انا شفت سلمى بتلعب تنس، هي فازت في الماتش، يبقى صح اقول اي سو سلمى بلاي ماشي تنس، فاينلي شي وان، هي فازت خلاص كده. يا اخوانا انا جبت بلاي ليه؟ لان طبعا انا شفت الماتش كله بتاع الايه التنس دوت. لكن لو قلت لك سلمى ووز سين، سلمى شافت الماتش وهي بتلعب ماتش، شي وان فازت، هنا هتبقى تو بلاي، لان برضه تبعت الحدث كامل بس فيرب سي كان جاي باسيف، قلت ووز سين. طب لو قلت بقى اي سو او سلمى ووز سين اي ماتش، اي دون نو ذا ريزلت، ما اعرفش النتيجه ايه، يبقى انا كده ما شفتش ماتش كله، ساعتها هجيب الفيرب بلس ايه؟ اي ان جي. وبناء عليه في الجمله ديت انا طبيعي فيرب سي جاي اكتف، يبقى هدور على ايه؟ يا فعل في المصدر يا اما الفيرب بلس اي ان جي. هو مش محيرني هنا، هو كده كده جايب لي بس فعل في المصدر، هختاره طبعا وانا مطمن ان هو هيكون ايه؟ هيكون صح. تمام كده؟ خد بالك الكلام ده مهم جدا. طب الكلام ده بس مع فيرب سي؟ لا، ده مع فيرب زي سي، زي واتش، زي نوتس، زي هير، نفس الكلام معاهم. لو الفيرب نفسه اللي هو سي دوت واخواته جايين اكتف، يبقى خلاص تابعت الحدث كامل مصدر، اجيب وراهم مصدر. تابعت جزء من الحدث، الفيرب اللي وراهم يجي ايه؟ اي ان جي. طب لو جاي باسف وانا تابعت الحدث كامل، ساعتها هجيب تول مصدر وراهم طبعا الفيرب جاي وراهم، او اجيب اي ان جي لو جزء من الحدث. زي ما قلنا من شويه اي سو سلمى، سو هنا جاي اكتف اهي بلاي خلاص، وبعد كده قلت انها فازت فانا شفت الحدث كامل. طب لو قلت سلمى ووز سين هتبقى ايه بقى؟ تو بلاي برضو لو انا ايه شفت الحدث ايه كامل. ولو جزء من الحدث سواء اكتف او باسف طبعا بجيب الفيرب بلس ايه اي ان جي، كان ساعتها هتبقى بلاينج. طيب
توم از ريلي ايه ان بوليتكس؟ توم يا اخواننا بالسياسه، انا عايز اقول ان توم مهتم. احنا اتكلمنا كذا مره وقلنا ايه؟ قلنا يا جماعه ان الصفات اللي اخرها اي دي دي معناها ايه بقى؟ معناها ان هو يشعر بالصفه، زي ما قول انترستد، مهتم، اكسايتد، متحمس، ماشي، وارد، الان. طب الصفه اللي اخرها اي ان جي دي معناها ان هو يعطي الشعور بالصفه ديت، زي ما قول ايه بقى؟ exciting، مثير، ماشي، interesting، مثير للاهتمام او شيق، خلاص. حاجه مثلا boring، ممل، اوكي، اللي هو بيسبب الشعور بايه؟ بالصفر. وبناء عليه توم كان ايه بقى؟ توم كان مهتم طبعا بالسياسه، يبقى انا كده هو اللي حاسس بالاهتمام، هستبعد interesting طبعا، هستبعد interesting طبعا، بقى interested، interested، اوكي. نكمل. توم is really interested in politics and benefits us with his knowledge. بيقول لك ان هو مهتم بالسياسه وبيفيدنا بايه؟ بمعرفته. So he is never، هو عمره ما بيكون ايه بقى يا اخوانا؟ عمره بيكون بورينج ولا بورد، هو بيفيدنا. فهو بالنسبه لنا عمره بيكون ايه بقى؟ عمره بيسبب لنا الملل، مش مسبب الملل بالنسبه لنا. He is never boring. وبالتالي الحل الصح يكون طبعا بي، هو interested، مهتم، وفي نفس الوقت مش بورينج، مش بيسبب الايه؟ الملل لينا، خلاص. السؤال رقم 94 لطيف جدا، قاعد كلما كلما بيقول لك which sentence is correct، يعني جملة من دول صح؟ the stronger the better، ولا the stronger the coffee is the best it is، ولا ايه وبيه هما الاثنين ينفعوا، ولا the strongest the coffee the better it is؟ بصوا يا حبايبي، احنا في قاعدة اسمها كلما كلما، اللي هي كلما عملت كذا كلما حصل كذا، قايمة على ايه؟ قايمة كلها على ان بيجيب لك زي ما انت شايف كده جملتين، تمام كده؟ والمفروض في الجملتين دول هتلاقيهم بادئين بايه؟ بذا كذا ذا كذا، ماشي؟ فحضرتك زي هنا بتروح جايب ايه؟ يا اما الصفه زائد اي ار واكمل جملتي، يا اما اجيب مور واكمل الجمله، يا اما اجيب لس واكمل الجمله. ونفس الكلام الناحيه الثانيه، الصفه زائد اي ار واكمل الجمله، يا اما اجيب لس واكمل الجمله، يا اما اجيب مور واكمل الايه؟ الجمله. يعني بص الجمله ديت كده، كلما قفزت اعلى كلما كان اسهل ان تلمس الايه؟ السيلينج. فقول the higher you jump the easier you touch the ceiling. زي ما اقول مثلا ايه؟ the more you eat the fatter you become. زي ما اقول لك مثلا the less you do sport the fatter you become. هتلاحظ حاجه، ايه هي؟ انا بجيب هنا ذا اي ار او مور او لس، الناحيه الثانيه اي حاجه من الثلاثه طبعا برضو ذا اي ار او مور او لس، مش لازم اي ار اي ار، مش لازم مور مور، مش لازم لس لس، اوكي. وبناء عليه هنا عندك ذا سترونجر في ثانيه واحده، بس جايب هنا ذا بيست، لا ما ينفعش، المفروض ذا بيتر. طيب هنا جاب لك ذا سترونجست ذا بيتر، لا المفروض هنا ذا سترونجر. وبالتالي حل الصح يبقى ايه بقى؟ ذا سترونجر ذا بيتر. ودي معناها ايه؟ معناها كلما كان الحاجه ديت اقوى كلما كانت ايه؟ افضل طبعا، كلما كانت اقوى كلما كانت ايه؟ افضل، اوكي. طيب ده بالنسبه للسؤال رقم كام؟ 94. طيب تعال نشوف بقى، ماشي، اخر صفحه دي نشتغل فيها في الحلقه ديت. The farm sells its ايه to a lot of shops. بيقول لك المزرعه بتبيع ايه لكثير من المحلات. يا ترى produce ولا productive ولا ايه وبي مع بعض ولا introduction؟ طبعا introduction دي بقت خالص، ماشي. الحل الصح هنا ايه بقى؟ انت هيجي في بالك ان كلهم مش مظبوطين، على اساس انت عايز كلمه برودكتس، منتجات، برودكشن، انتاج. لا خد بالك، برودوس ده فيرب، اي نعم، بمعنى ينتج، لكنه في نفس الوقت ناون. برودوس دوت بيجي ناون بمعنى منتجات زراعيه، بيجي بمعنى منتجات ايه؟ زراعيه. وبالتالي الصح هنا هجيب طبعا كلمه ايه؟ برودوس بمعنى ايه؟ بمعنى منتجات زراعيه، تمام كده؟ طيب بص يا حبايبي، وكده كده عود نفسك دايما ضمائر الملكيه دايما بيجي وراها اسم، اوكي؟ طب لو في اسم اساسا يبقى تجيب ساعتها صفه، خلاص. يعني لو انا عندي هنا مثلا بيقول لك ايه ذا فارم سيلز اتس، وفي هنا كلمه بروديوس، كان ساعتها مثلا هيحط قبلها ايه؟ صفه مثلا جود بروديوس ايا كان. لكن هنا كده كده اتس وجايب سبيس وخلاص وكمل الجمله، يبقى انا عايز الاسم بتاع اللي هو بروديوس. وخد بالك بروديوس هنا جايب معنى ايه؟ منتجات زراعيه، خلاص كده. السؤال رقم كام؟ 96. No one wants to work a machine، ماشي؟ ما حدش عايز يشتغل زي الآلة، خلاص كده. طيب يا ترى like a machine، such a machine، as a machine، as well a machine. بص كده كده such هستبعدها خالص بالمعنى، such بتيجي معنى جدا، وكمان هستبعد طبعا as well لأنها بتيجي معنى أيضا. بقى في عندي like و as. بص بقى like دايما بستخدمها للتشبيه، و as دايما بتيجي مع الشيء الإيه؟ الواقعي. يعني
انا المفروض مدرس في مدرسه اسمها مدرسه توفيقيه موجوده في شبرا، اوكي، توفيقيه الثانويه بنين. فانا هنا انا اوريدي مدرس فعلا، فاقول اي ورك از تيتشر، انا شغال مدرس خلاص ان ذيس سكول في مدرسه ديت مثلا. لكن لايك لما انا طبعا اتخيل وانا عمال اشرح كده، عمال اتنطط قدامك وعمال مش عارف اطلع على الحيطه وامشي كده، فتقول ايه هو الراجل ده ماله؟ هيز لايك اي مانكي. بص هو مش مانكي لكن انا بشبهه كانه ايه، كانه مانكي. زي ما اقول لك ايه مثلا، هي اكس بيتصرف ها لايك هيرو، كانه بطل، بس هو اساسا مش ايه، مش بطل. زي ما اجي اقول لك ايه مثلا، شي بيهيفز لايك كوين، هي بتتصرف كانها ملكه لكن هي اساسا مش ملكه، خلاص كده. لكن لو مثلا هتكلم على ايه، على مثلا رئيس، فاقول ايه از بريزيدنت، كرئيس هي كان سيت لوز، وممكن يصدر ايه قوانين، خلاص. فخد بالك ان اس دايما بتيجي مع الحاجه الواقعيه، لكن لايك بتيجي مع ايه، مع التشبيه، اوكي. وهنا طبعا الجمله ديت بيقول لك محدش يحب ان هو يشتغل زي ايه، زي الاله. طبيعي انا مش اله او اي انسان مش اله، لكن اللي بشبهه هتبقى طبعا ايه، لايك اي ماشين، اوكي. ده بالنسبه للسؤال رقم كام، 96. هنكتفي النهارده بالحلقه عشان ما اطولش عن كده، اوكي. وهنخلي طبعا من اول اسبوع او سوري من اول الحلقه الجايه، مش اسبوع، احنا عايزين نكسب شويه، من اول الحلقه الجايه ان شاء الله هنبتدي من ايه، سؤال رقم 97. السلام عليكم.